استغفر الله العظيم. أصحيح أنك أرسلت إلى مولانا برفضك جعفر وليا للعهد؟ يا ابنة السلاجقة، أخطأتي في ثلاث. الأولى دخولك مجلسي دون استئذان وأنا خليفة المسلمين. أما الثانية قولك مولانا السلطان، ومولانا هو الله عز وجل. والثالثة حديثك في مجلسي دون أن آذن لك وأنا أمير المؤمنين. تباً لك ولإمارتك الكاذبة. أجننت؟ أنا ابنة السلطان. تباً لك ولأبيك ولكل سلجوقي يعيث فساداً في ديارنا لم نعرفهم إلا عبيداً وجوار في قصورنا، لكن لما العتب؟ العيب فينا، العيب فينا نعم، العيب فينا. فدخل الشيطان بيننا وغرتنا الدنيا، صار العبد يحكم سيده. يا ابنة السلاجقة، هذا النعل أشرف نسبا من نسب ملك شاه، فحذاري أن تدخلي إلى مجلسي ثانية. ما الذي تفعله يا أمير المؤمنين؟ الأمير المستضعفين